وما دام عايشين هنغني انا غنوا وقولوا صلي ابعد زمان. اوبريت الحلم العربي هيرجع تاني بعد سنين من نجاحه، وهيشارك فيه عاصي الحلاني وابو وبلقيس. يا ترى الجديد هينجح هو كمان؟ من 28 سنه وبالتحديد سنه 1996 طلع للنور اهم اوبريت عمل في تاريخ الوطن العربي كله. شارك فيه كوكبة من النجوم يمكن كان صعب تجمعهم كلهم تاني في أوبريت واحد مناسب لكل لون ولثقافة كل دولة. لكن في أوبريت الحلم العربي الوضع كان مختلف. فكرة الأوبريت جات لواحد من المنتجين اللي قرر يقدم أوبريت غنائي بيضم مجموعة من الفنانين علشان يحيوا حفل في دولة الإمارات. ووقتها اختار المنتج المخرج طارق العريان علشان يتولى العمل. وبعد ما كانوا بيدوروا على مؤلف للأوبريت اختاروا في النهاية الكاتب مدحت العدل، وهو اللي أبدع في كتابة الكلمات. مدحت العدل اتحمس جداً لفكرة الأوبريت لدرجة إنه قفل على نفسه 3 ساعات علشان يطلع لنا بالتحفة الفنية دي في النهاية. خلينا نقول إن كل حاجة في الأوبريت كانت حلوة بشكل محدش يتخيله، فمش بس الكلمات اللي اتعملت بحماس، ده كمان الألحان اللي اشترك فيها أهم ملحنين في الوطن العربي وهم حلمي بكر وصلاح الشرنوبي، وانضم ليهم بعدها حميد الشاعري واللي شارك في التلحين والتوزيع كمان، وكانت اجتماعاتهم كلها في بيته. الأوبريت أول ما فكروا يعملوه كان معمول لستة أو 7 مطربين على حد أقصى، لكن أول ما كان أي مطرب عربي بيسمع أن في أوبريت بيدعم حلم الوحدة العربية كان بيطلب المشاركة فيه على طول، لحد ما وصل عدد المشاركين فيه 22 مطرب ومطربة من كل الدول العربية تقريباً. وفترة عرض الأوبريت كبرت وبقت 19 دقيقة كاملة. لأ وكمان التسجيل ما كانش سهل، ده وصل مدته ل 45 يوم. الأوبريت شارك فيه فنانين كبار وكانوا نجوم جيلهم في الوقت ده، زي محمد الحلو وإيهاب توفيق وأنوشكا من مصر، ومن الإمارات أحلام ومحمد المازم، والفنان الكويتي نبيل شعيل، ومن لبنان وليد توفيق وديانا حداد، وكان في مطربين من السودان والمغرب وقطر وسوريا والأردن وليبيا وغيرهم كتير. وفي سنة 1998 اتعرض الكليب لأول مرة على القنوات الفضائية، ومن كتر نجاحه في كل الدول العربية اتشبه بنشيد وطني عربي بيجمع حلم الوحدة العربية، والناس حبته وأعجبوا بيه وبالكلمات، وخاصة إنه أثر فيهم جداً بسبب المشاهد الحقيقية اللي اتعرضت في الكليب. وبعد النجاح اللي شفناه في أوبريت الحلم العربي قررت مبادرة صناع الأمل في الإمارات إنها تحييه من تاني في الحفل الختامي للدورة الرابعة من المبادرة، وده هيكون بحضور سمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وبكده هنشوف في الحفل الختامي لمبادرة صناع الأمل نسخة 2024 من أوبريت الحلم العربي اللي كتب كلماته الدكتور مدحت العدل والألحان لصلاح الشرنوبي والتوزيع لميشيل فاضل ومن إخراج حسين سليم، وهيشارك فيه 12 فنان عربي. ومن نجوم النسخة الأولى هيشارك أحلام، أصالة، أحمد فتحي، وليد توفيق، وعمر عبداللات. أما النجوم الجداد هم عاصي الحلاني، صابر الرباعي، بلقيس، محمد عساف، ماجد المهندس، وأبو.